نشرة مفصلة للأخبار، البداية مع العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات شرق الجزائر العاصمة إلى 42، بينهم 25 جنديا. سلطات الاحتلال تبدأ بتنفيذ مشروع تهويدي داخل المسجد الإبراهيمي ودعوات إلى تصدي لمخططات تغيير معالم الحرم. الغنوشي يدعو سعيد إلى التراجع عما وصفه بحافة الهاوية، والسلطات التونسية تمنع 12 مسؤولا من السفر. واشنطن تعتبر مسار التفاوض الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام في أفغانستان، وتدعو كابول إلى إظهار الإرادة السياسية في هذه المرحلة. رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى تعبئة عامة مع امتداد النزاع في إقليم تيغراي إلى منطقتين في شمال البلاد. أهلا بكم. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في 16 ولاية في الجزائر إلى 42 شخصا، بينهم 25 جنديا. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشار إلى أن أفراد الجيش الوطني أجلوا نحو 100 شخص من سكان المحافظات التي اجتاحتها الحرائق. من جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إنه ألقي القبض على مجرمين اعترف أحدهم بفعله الإجرامي، ولفت بن عبد الرحمن إلى أن اختيار المواقع كان دقيقا في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها. ومعنا من الجزائر مراسل الميادين سفيان مراكشي. سفيان أهلا بك. بداية، آخر حصيلة لضحايا هذه الحرائق، هل تمت السيطرة فعليا على هذه الحرائق أم هناك فعلا عوائق للوصول إلى تلك الحرائق؟ الحرائق في أماكن فعلا حساسة وعرة بأعالي الجبال وأحراشها وخاصة في الغابات، وما زاد من تفاقم هذه الحرائق هو نسوب يعني مزيد من الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ما صعب المهمة أمام رجال الإطفاء ورجال الحماية الوطنية والحماية المدنية المسنودين برجال الجيش، وكذلك تطوع عدد كبير من سكان القرى والمدنيين الجزائريين الذين توجهوا بمساعدات إنسانية وتضامن كبير من أجل إخماد الحرائق. ولاية تيزوزو الجبلية ستعلن ممكن في الساعات المقبلة ولاية منكوبة بحسب ارتفاع الحصيلة حصيلة الضحايا وكذلك الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى. الأهالي وصلتهم يعني مطالبات السلطات بإخلاء منازلهم والخروج منها وعدم محاولة إطفاء النيران، لأن الأمر قد يشكل نعم يعني خطرا سفيان فيما حالي. يتعلق بالإجراءات، هل هناك إجراءات احترازية لحماية السكان؟ هل استطاعوا نقلهم إلى أماكن أكثر أماناً؟ بالفعل هكذا قررت السلطات المحلية في أغلب المحافظات 16، وسخرت الإقامات الجامعية والفنادق وكذا المستشفيات للسكان من أجل نقلهم هناك وحفاظ على سلامتهم. وكذلك يوجد الإشارة بأن حتى هناك حرائق اندلعت في هذه الأمسية في الغرب الجزائري، في ولايات أخرى من الغرب الجزائري في توقيت واحد في أكثر من محافظة، ما ربما يطرح أكثر من علامة استفهام في هذه الحرائق التي تبدو أنها بفعل فاعل، كما أعلن عديد المسؤولين الجزائريين وزير الداخلية الوزير الأول وحتى رجال الحماية المدنية الذين تصادفوا مع هذا العمل الذي موصوف هنا في الجزائر بالإجرامي، لأنه الحرائق تندلع في نفس التوقيت في نفس الساعة، أكثر من 14 محافظة اندلع فيها الحريق في نفس الساعة. نعم سفيان يعني رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قال بأنه هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي، وأن اختيار المواقع فعلا كان دقيقا في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها. الأسباب الكامنة وراء ذلك، وإلى أين فعلا توصلت التحقيقات بعد إلقاء القبض على أحد المجرمين حسب ما وصفوا؟ بعد من ذلك حتى يوم ليلة أمس كان من بين الأيام التي أعلنت مصالح الأحوال الجوية في مشرية خاصة بأنه سيشهد حرارة مرتفعة، تم اختيار هذا اليوم من أجل ورياح، فتم اختيار هذا اليوم من أجل إضرام الحرائق في محاولة لتعجيز وتركيع السلطات الجزائرية ووضعها في حرج كبير أمام المواطنين، وكذلك هؤلاء المواطنين الذين يعانون من ضغط أزمة كورونا وارتفاع عدد الضحايا خاصة في الموجة الثالثة،
وكانوا قبل أزمة الحرائق كانت هناك أزمة حادة للمياه وقطع المياه وجفاف السدود. يبدو أن الجزائر أمام مخطط محكم ومضبط من مرحلة أزمة إلى أخرى تهدف إلى زعزعة النظام ووضعه أمام مواجهة مباشرة مع المواطنين. ويبدو أن هذا المخطط يعني مدروس ومحكم من مخابر يعني اختارت التوقيت والمكان وتعمل على حملة على شكل حملات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وصور من حرائق تركيا وحرائق اليونان ويتم تضخيمها واللعب على العواطف وكذلك تهيج المواطنين بعدم قدرة الدولة على السيطرة على هذه الكوارث. ولكن السلطات الجزائرية أكدت كذلك ربما في آخر معلومة اقتنائها طائرات مختصة في إطفاء الحرائق في الغابات، وأكدت وقوفها ودعت حتى المواطنين من أجل إعطاء والرد على مثل هذه الاستهدافات لأمن واستقرار الجزائر بالتضامن وتضافر الجهود والوقوف في صف الجيش الوطني الشعبي الجزائري وفي صف الدولة الجزائرية. الحقيقة الكارثة كبيرة في الجزائر والألم كبير، وكل السلطات الجزائرية والمواطنين في هذه الساعات المتأخرة من الليل الآن يصارعون الحرائق في القرى والمداشر. نعم سفيان، يعني في جولة سريعة على الشارع الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي المغرب العربي وفي العالم العربي حول هذا الموضوع، كيف كانت ردود الفعل فعليا حول هذا الشأن؟ في داخل الجزائري قبل قليل كنت أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت حملات تضامنية لمختلف المحافظات الجزائرية التي شرعت في شراء كمية كبيرة من المياه المعدنية ومن الأغطية ومن المواد الأساسية، وبدأت قوافل تتجه إلى ولاية تيزي وزو ولاية بجاية وكل الولايات التي أصابت الحرائق، وهناك انطلاق عملية تضامنية كبيرة بين الشعب الجزائري في رسالة مفادها أن الجزائر تزداد تمسكا في مثل هذه الكوارث الطبيعية والمحن. أما بالنسبة للإعلام العربي وكل يعني المتتابعين في العالم العربي وفي خاصة الدول المحيطة في الجزائر، فهناك من يتضامن وهناك من يتساءل تساؤلات مريبة عن قدرة الجزائر في مواجهة مثل هذه الكوارث. الكارثة يعني تلعب كثيرا على الجانب الإنساني العاطفي لدى المواطن الجزائري، ولدى الكثير من الشرائح المتأثرة من مجموعة من إن صح التعبير كوارث أصابت المواطن الجزائري، كما قلت انطلاق من أزمة المياه ثم الحرائق وقبلها أزمة كورونا وقبلها كذلك أزمات صحية أصابت البلاد. نعم. مراسل الميادين سفيان مراكشي كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. وسط تحذيرات من مخطط لتغيير معالمه، بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ مشروع تهويدي داخل المسجد الإبراهيمي. اعتداءات دفعت بمديرية الأوقاف في الخليل إلى إطلاق دعوات إلى التصدي لمخططات الاحتلال لتغيير معالم الحرم. أحمد عبد الله. الحرم الإبراهيمي تحت خطر التهويد. مشروع تهويدي جديد شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذه، يشمل ممرات وساحات ومصعدا لتسهيل اقتحام المستوطنين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة. وخدمة لهذا المخطط، يهدف الاحتلال للاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحة المسجد ومرافقه بميزانية تصل إلى 2 مليون شيكل تم تخصيصها حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي، وبمدة تنفيذ من المتوقع أن تستمر نحو 6 أشهر. السلطات الإسرائيلية استبقت خطتها التهويدية بمنع إقامة الأذان في المسجد لأكثر من 250 مرة منذ مطلع العام الجاري، ما يدل على استمرار عمليات التهويد وتقييد حرية العبادة بحق المسلمين في مدينة الخليل. خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاعتداءات في البلدة القديمة، بداية من منع السكان من الوجود في أماكن سكنهم وعملهم بسبب غلق طرق كثيرة أمام الفلسطينيين ومنعهم من المرور منها بطريقة عنصرية واضحة حتى تخلو هذه الطرق للمستوطنين ليتجولوا بها ويتجهوا نحو المسجد الإبراهيمي.
مخططات تهويدية تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي ولكل الشرائع والقوانين الدولية التي صدرت بحق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كما أنها تمثل اعتداء على حرمة المكان وتغييرا في واقعه، وقد رفضه الفلسطينيون على أساس أنه تغيير في إرث حضاري اعتبرته منظمة اليونسكو منذ سنين إرثا لا يجوز المساس به أو تغيير ملامحه. اعتداءات لم تكن لتمضي بها إسرائيل لولا استمرار التجرذم الفلسطيني وتسابق دول خليجية وعربية للتطبيع معه، وواقع عالمي ملتهن بجائحة كورونا وبعيد عن قضايا الشرق الأوسط. 14 أسيرا يخوضون إضرابا عن الطعام، 13 منهم ضد اعتقالهم إداريا وآخر ضد عزله في الزنازين الانفرادية. أهالي الأسرى اعتصموا في مقر الصليب الأحمر إسنادا لأبنائهم المضربين عن الطعام. نسرين سلمي. في مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة اعتصمت عائلة الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد شرق رام الله مع العشرات من ذوي الأسرى إسنادا لأبنائهم المضربين عن الطعام. مجاهد واحد من 12 أسيرا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقالهم إداريا، إضافة إلى أسير آخر يضرب ضد عزله في سجون الاحتلال. صار لمجاهد 29 يوم بالإضراب عن الطعام، لا نعرف أي شيء عن وضعه الصحي، لأن بعد أسبوعين من إضرابه فقط مرة واحدة زار المحامي وكان وضعه الصحي جدا سيء. واليوم وصل اليوم 29 وإحنا ما بنعرف أي خبر عن وضعه الصحي أو عن وضع جميع الأسرى المضربين عن الطعام. حال مجاهد كحال رفاقه المضربين، لا يعلم ذوهم عن أحوالهم الصحية إلا ما ينقله الصليب الأحمر أو المحامين، فإسرائيل تتعمد عقاب الأسير المضرب عن الطعام من خلال عزله في زنازين انفرادية وحرمانه من الزيارة أو الاتصال مع عائلته. الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي ومخالف للقانون الدولي الإنساني، حتى أنه يرتقي إلى جريمة حرب، لأنه ينضوي على تعذيب نفسي للمعتقل الإداري وعائلته. ويحاول الأسرى بأمعائهم الخاوية تحريك العالم والمؤسسات الحقوقية ضد سياسة الاعتقال الإداري. يعني واضح أنها ستبقى ما بقي الاحتلال إلا إذا حدث تغيير عميق في الموقف الدولي وتحول إلى حالة ضغط على إسرائيل. بغير ذلك إسرائيل تتعايش مع الموقف التقليدي النمطي المستمر منذ عشرات السنين للمجتمع الدولي. ويشار إلى أن عدد الأسرى المعتقلين إداريا وصل إلى أكثر من 550 أسيرا، فيما يعتقل في سجون الاحتلال ما يقارب 5000 أسير. الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين تمارسه إسرائيل كسياسة عقاب جماعي وسط صمت مريب للمنظمات الحقوقية التي تدرك أنه يشكل مخالفة للأعراف الدولية. نسر سلمي من أمام معسكر بيت إيل الاحتلالي شمال رام الله، الميادين. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في حوار مع وكالة نور نيوز الإيرانية على أن طبيعة الاحتلال هجومية وهدفه إيران ومحور المقاومة. هنية لفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير قادرة على المضي في المفاوضات مع السلطة ولا على خوض معركة مع المقاومة، وقال أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة ستكون له تأثيرات على الكيان الإسرائيلي والدول التي تربط شرعيتها بالوجود الأمريكي في المنطقة. أضاف أن الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية، متابعا أن توجيه الدعوة لفصائل المقاومة إلى المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني هو رسالة للعالم بأن المقاومة في موقع الاحتضان والشرعية. هرولة بعض الدول العربية والخليجية للتطبيع مع إسرائيل شهدت ارتفاعا ترجم خطوات عملية على الأرض وانعكس في الزيارات المتبادلة لمسؤولين إسرائيليين وعرب وفي توقيع اتفاقيات التعاون بينهما. حراك نشط سجل على خط التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. نجمة الحراك كانت البحرين التي يزور وكيل خارجيتها الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إسرائيل ليعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ ووزير الخارجية يائير لابيد ويوقع اتفاقيات.
الخليفة الذي يزور إسرائيل للمرة الثالثة وجد في هذه الزيارة مناسبة لمهاجمة إيران والاتفاق النووي معها، في مقابل التوقيع في حدث غير مسبوق على اتفاقية تعاون بين مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي ومعهد الدراسات البحريني، هدفها الأساسي تعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. للمغرب نصيبها أيضا من قطار التطبيع، فهي تنتظر أول زيارة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حيث سيفتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وسيوقع 3 اتفاقيات تعاون وتعزيز للعلاقات. وعلى وقع الدراسات والأبحاث الإسرائيلية التي توصي في إطار الاستراتيجيات الإسرائيلية الخارجية إعطاء الأولوية لمصر والأردن لكونهما شريكتين استراتيجيتين لإسرائيل مع توسيع نطاق اتفاقات إبراهام، نشر للمرة الأولى بيان مشترك لوزارتي الطاقة الإسرائيلية والمصرية بعد حديث بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية ونظيرها المصري، بحثا فيه تعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر ودول منتدى غاز شرق المتوسط. دعا رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المشاركة في الحوار والتراجع عما وصفه بحافة الهاوية. وفي مقال رأي نشره الغنوشي في صحيفة دي اندبندنت البريطانية، اتهم زعيم حركة النهضة الرئيس بالاستيلاء على السلطة بطريقة تعرض الديمقراطية في تونس للخطر على حد قوله. قررت النيابة العامة في تونس منع 12 مسؤولا بينهم وزير سابق ونائب من السفر بسبب شبهات فساد في استخراج الفوسفات ونقله. الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي قال إن من بين المسؤولين وزير الصناعة السابق ومديرين عامين لشركة فوسفات قفصة ونائبا ورجل أعمال. وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة توقيفات وإجراءات بمنع السفر فرضت على وزراء سابقين ونواب ورجال أعمال ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة على خلفية شبهات فساد. إلى ذلك، أصدر عدد من القضاة التونسيين عريضة اتهموا فيها سلطة تنفيذية بالتعدي على صلاحيات وسلطات المحاكم والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرين إلى أن ذلك يمثل إخلالا باستقلالية السلطة القضائية. مجموعة القضاة موقعي العريضة وعددهم 40 دعت إلى إلغاء الإجراءات التي وصفتها بأنها غير قانونية وغير دستورية، ورأت أنها تقع خارج نطاق القضاء لوضع قضاة تحت الإقامة الجبرية ووضع جميع القضاة تحت بند وجوب الاستشارة قبل السماح لهم بالسفر خارج البلاد ومنع بعضهم من مغادرة الحدود من دون أي سبب أو تهمة أو إجراء صحيح. قال علي مرابط الوزير المكلف بوزارة الصحة التونسية أن الوضع الوبائي الناتج من انتشار فيروس كورونا في بلاده أصبح يتسم بالانفراج. وأضاف مرابط أن الأرقام المتعلقة بهذا المرض شهدت انخفاضا مهما، ووصف اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا الجديد بالناجح بنسبة كبيرة رغم بعض العقبات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يشعر بالندم على قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن حجم التمويل والتدريب والمعدات المقدمة إلى أفغانستان على مدار 20 عاما الماضية كان كبيرا. وفرنا قدرا كبيرا من المساعدات للقوات الأفغانية. هناك قرارات صعبة يجب على الرئيس أن يتخذها. أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان تحققت قبل بضع سنوات، ونعتقد أن القوات الأفغانية تمتلك العناصر والأجهزة والمعدات الكافية للقتال، وأن العملية السياسية هي الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام هناك. لا يزال الرئيس يعتقد أن سيطرة طالبان على كابول أو البلاد ليست أمرا حتميا، والحكومة الأفغانية بحاجة لإظهار الإرادة السياسية في هذه المرحلة للرد.
أكدت مصادر عسكرية أمريكية مشاركة قاذفاتها العملاقة من طراز B-52 وأخرى من طراز AC-130 في عمليات قصف الأراضي الأفغانية. المصادر نفسها أشارت إلى أن الغارات الأمريكية فشلت في وقف تقدم حركة طالبان التي باتت تسيطر على مزيد من الأراضي في نحو 5 مقاطعات جديدة. وزارة الدفاع أعلنت أنها تصدت لهجوم شنته حركة طالبان على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. أشارت الوزارة إلى مقتل 47 مسلحا من طالبان في غارة للقوات الأفغانية على ولاية قندهار جنوب البلاد. هذا وعرضت وزارة الدفاع مشاهد لتصدي قواتها لعناصر طالبان على مشارف مزار شريف في شمال أفغانستان. ولاد حميد ميشنوم نني دیگه کس نبره ما ده خود کی اجرات بدی از دو جا داس بین داد و دو سه نفرش کی زخمی بود ام دی بالایش تایگر اجرات کرد و نمایش ما از بین برد بسیار دقیق بود ما متوجه بودیم. حركة طالبان تتقدم سريعا في الميدان والرئيس الأفغاني يصدر قرارا بتسليح المدنيين، فما هي التبعات وأي السيناريوهات سيسود المشهد الأفغاني؟ راسيا بيطار. شبح الحرب الأهلية بدأ يلوح في أفق المشهد الأفغاني. محادثات السلام متوقفة منذ تموز يوليو الماضي، والقرار الرئاسي صدر بتسليح المدنيين في مواجهة التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان. المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية محمد أميري يقول لوكالة بلومبرغ إن طالبان لا تؤمن بمحادثات السلام وتحاول الاستيلاء على السلطة بالقوة. لماذا هذا القرار الرئاسي؟ بلومبرغ نقلت عن شخصيات وصفتها بالمطلعة أن الرئيس أشرف غني يشعر بالعزلة المتزايدة مع مغادرة القوات الأمريكية البلاد وحصول طالبان على دعم دبلوماسي من دول كبرى مثل باكستان وروسيا والصين. وأما الخروج من المأزق برأي هذه الشخصيات فهو حشد الجماعات الأفغانية المعارضة لطالبان لتوحيد صفوفها في حرب أهلية وشيكة على غرار ما جرى في تسعينيات القرن الماضي. يحدث ذلك في وقت يتوجه فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد إلى الدوحة بهدف الضغط على الحركة لوقف زحفها نحو كابل بحسب المعلومات. فهل سيصار إلى صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان؟ السؤال يعيد إلى الواجهة ما قاله جون كيربي الناطق باسم البنتاغون قائلا عن الأفغان إن هذا بلدهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، فهذه معركتهم. المشهد الأفغاني يتطور بسرعة. طالبان توسع سيطرتها شمالا في محاولة منها للسيطرة على مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان والمدينة التي تعد تاريخية ومن الدعائم التي استندت إليها الحكومة للسيطرة على شمال البلاد. المواجهة مستمرة في جنوب البلاد وغربها، والضريبة دائما يدفعها الأبرياء، فأرقام اليونيسف تفيد بسقوط المئات بين قتيل وجريح خلال الأيام الأخيرة في قندهار وحدها، من بينهم 20 طفلا على الأقل.
دعا رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى القوات المسلحة على وقع امتداد النزاع في تيغراي إلى منطقتين في شمال البلاد. جاء البيان بعد قرابة 6 أسابيع على إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من جانب واحد. أكد الإعلام الحربي في صنعاء أن عددا من أفراد الجيش السعودي قتلوا وجرحوا خلال عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على موقع برج نعشا السعودي بجيزان السعودية. الإعلام الحربي نشر مشاهد للعملية التي استمرت نحو ساعتين تظهر اقتحام عناصر الجيش واللجان الموقع السعودي وإحراقه. أمريكا الموت لإسرائيل، يا ربي لك الحمد، حرقوا حرقوا يا الله لك الحمد يا الله. للعام الخامس على التوالي يواصل التحالف السعودي إغلاقه مطار صنعاء الدولي، وفي وقفة احتجاجية في المطار حمل المشاركون دول العدوان كافة التبعات الكارثية لإغلاق المطار وما نتج من ذلك من خسائر بشرية ومادية. أحمد عبد الرحمن. من باحة المطار الدولي المغلق أمام الرحلات المدنية صرخة احتجاج جديدة أطلقها موظفو الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وقطاعاتها المختلفة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإغلاق مطار صنعاء وتقييد حركة اليمنيين، مطالبين العالم ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالالتفات إلى ما خلفه ذلك من مأساة إنسانية هي الأعظم بحسب وصف الأمم المتحدة. الهدف من هذه الفعالية هي مناشدة العالم بحجم المأساة الإنسانية أن نجمع عن إغلاق مطار صنعاء الدولي، ونطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمة الطيران المدني والمجتمع الدولي والخيرين في العالم بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي. قدمت هناك الكثير من المبادرات، منها الجسر الجوي الذي باء بالفشل وكان وعود وحبر على ورق كما كل وعود الأمم المتحدة. مأساة إنسانية مضاعفة خلفها إغلاق مطار صنعاء متسببا بوفاة أكثر من 95 ألف مريض كانوا بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج، كما تشير إحصائيات وزارة الصحة في صنعاء، فيما يتهدد الموت أكثر من 480 ألف مريض بحاجة ملحة للسفر حاليا، بينهم أكثر من 75 ألف مريض بالأورام السرطانية، إضافة إلى أكثر من 8000 مريض بالفشل الكلوي بحاجة إلى عمليات زراعة كلى لإنقاذ حياتهم. المعاناة مستمرة والموت يحصد الآلاف من المرضى. مطار صنعاء فقط مغلق أمام الرحلات المدنية، أمام أضعف شريحة في هذا المجتمع هم المرضى. وإلى جانب الكارثة الإنسانية والصحية تسبب إغلاق المطار بحرمان 4 ملايين مغترب يمني من العودة إلى وطنهم، كما حرم آلاف الطلاب من منحهم الدراسية في الخارج. 5 أعوام بالتمام والكمال مرت على إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف السعودي. 5 أعوام واليمنيون ممنوعون من السفر وممنوعون من العودة عبر مطار عاصمتهم، لا لشيء سوى الرغبة في حصار وعقاب هذا الشعب والتلذذ بمعاناته على مرأى العالم ومسمعه. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. بعد توجيه المجلس الرئاسي لبي جميع الوحدات العسكرية للتقيد بتعليماته، اللواء خليفة حفتر يتحدى ويصدر ترقيات وتكليفات في صفوف قواته، فهل عادت الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول؟ حسين السيد. توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ذاك هدف وضعته حكومة الوحدة الوطنية نصب عيونها. في هذا السياق جاءت تعليمات المجلس الرئاسي الليبي بشأن ضرورة تقيد جميع الوحدات العسكرية بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة. تعليمات المجلس خصت الترقيات وتأليف الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك. لم تمضي سوى أيام قليلة على هذه القرارات حتى جاء الرفض من مدينة بنغازي شرقي البلاد
ظهر اللواء خليفة حفتر خلال حفل أقامه في المدينة بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، معلنا أن الجيش لن يخضع لأي سلطة كانت. ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يكون جيشكم خاضعا لأي سلطة. تصريحات حفتر المثيرة للجدل شملت مجموعة من القرارات التي اعتبرت استفزازية ومخالفة بشكل مباشر لقرارات المجلس الرئاسي الليبي، تضمنت تعيين وتكليف وترقية عدد كبير من الضباط في صفوف قواته، خطوة رأى فيها مراقبون تحديا للمجلس الرئاسي وعرقلة للعملية السياسية، وأنها جاءت لتعيد الحوار في البلاد إلى المربع الأول وتهدد بعدم إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ناسفة بذلك كل ما تم تحقيقه على مدار أعوام. هذا الشرخ الواضح بين القوى الليبية حول هذه النقطة الجوهرية يضاف إلى قائمة طويلة من أهداف مؤتمر الحوار الوطني الليبي التي عجزت الحكومة الجديدة حتى الآن عن تحقيقها. فاصل ونعود. أهلا بكم جديد. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تعد الحوار بين دول المنطقة عاملا للاستقرار، مشيرا إلى أن التدخل الأجنبي في شؤونها يثير التوتر، وعقب تسلمه دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للمشاركة في مؤتمر دول جوار العراق. شدد رئيسي على أن توافق دول المنطقة من دون تدخل أجنبي شرط ضروري لإرساء الأمن. بدوره رأى وزير الخارجية العراقي أن المؤتمر يرمي إلى أحلال أمن دائم في المنطقة عبر عمل جماعي لدولها، لافتا إلى أن عقد المؤتمر سيوفر أرضية للحوار بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى تفاهم جماعي. في العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمالها معظم استعداداتها لإجراءات الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وكشفت عن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بيومترية أصدرت على مدار 5 سنوات. المتحدثة باسم المفوضية قالت إنه بسبب الظروف القاهرة لم تستطع الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات بيومترية خاصة بهم، وبالتالي قررت إلغاء انتخابات الخارج لعدم امتلاكهم بطاقات المشاركة. هذا وبدأت فعاليات حزبية وسياسية عراقية الإعلان عن برامجها الانتخابية مع بروز قوى جديدة إلى الواجهة من أحزاب وتيارات مدنية وأخرى تمثل خيارات جديدة لقادة كان لهم تاريخهم في المقاومة وقررت خوض السباق الانتخابي. عبد الله بدران. بدأت الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات النيابية المبكرة. حزمت القوى العراقية قرارها وتركت القلق من حديث عن تأجيل الانتخابات خارج حساباتها، ما أن أغلقت مفوضية الانتخابات الباب أمام تسجيل الكيانات حتى فتح باب السباق الانتخابي الذي يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة والمقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. إجراء الانتخابات قد يعني حصلت موافقة وتوافق عليه من قبل القوى والأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة. لعل القاسم المشترك بين أغلب القوى السياسية العراقية تأكيد موعد الانتخابات. انتخابات نيابية مفصلية وتاريخية، هكذا ترى في بغداد، فبالإضافة إلى أنها انتخابات جاءت على إثر أزمة اجتماعية سياسية، هي بذات الوقت تشهد أول تنافس بين أحزاب وقوى البيت الواحد. حراك وزيارات ميدانية لقادة الصف الأول في البيت السني للمحافظات المحررة. أحزاب وقوى داخل البيت الشيعي أعلنت برامجها، أبرزها الفتح، فيما بقي موقف التيار الصدري معلقا بقرار زعيمه. وعلى خط موازن
أحزاب وحركات تقدم نفسها لأول مرة. من أكبر المشكلات التي واجهتها العملية السياسية في العراق هو غياب الرؤية الاستراتيجية، لذلك انطلقت الحركة ابتداء من منطلقات ومن رؤى استراتيجية حتى تعالج الأزمات الظاهرة وجذورها وعمقها وأصولها. في إقليم كردستان العراق قرر الاتحاد الوطني الكردستاني خوض الانتخابات مع غريمه التقليدي حركة التغيير، فيما سيخوض الديمقراطي الكردستاني الانتخابات لوحده داخل الإقليم وخارجه، في مشهد يعكس حالة تشظي القوى السياسية العراقية لأول مرة بعد العام 2003. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. عبر عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي أبو ميثاق المساري خلال مشاركته في حوار يا عراق الخير على شاشة الميادين، عبر عن عدم اقتناعه بإجراءات مفوضية الانتخابات. أبدا، الأخطاء اللي شابت العملية الانتخابية في 2018 قد تكون حاضرة حاليا بنفس ولم تكن قد زادت ولم تنقص. للأسف الشديد لم تعمل المفوضية، وهي مفوضية ناشئة وجديدة أيضا، وهنا طبعا أيضا نضع علامات استفهام وتعجب كثير على تبديل المفوضية ومطالبتها فورا بالشروع بتنظيم عملية انتخابات مبكرة. ما كان يعني لو كنا بهذه السرعة كنا نريد انتخابات في 6/6 تذكر حضرتك، أصلا مو في 10/10. في ذلك الوقت لم يكن هناك مبرر من إبدال المفوضية بهذه السرعة. ليش؟ على الأقل المفوضية السابقة كان ممكن أن تساعدنا في ردم بعض الهوة وفي إصلاح بعض الأخطاء. من جهته يعتبر عضو تحالف النهج الوطني في البرلمان العراقي مهند العتابي في البرنامج ذاته أن تأجيل الانتخابات البرلمانية قهر للإرادة الشعبية وتجذير للديكتاتورية. من الذي طلب انتخابات مبكرة؟ الشعب. الشعب طلب انتخابات مبكرة وطلب ثلاثية التغيير، انتخابات مبكرة وطلب تغيير المفوضية وطلب تغيير القانون. أنت الآن بتلاعبك لم يكن من إرادة الكتل السياسية تقديم الانتخابات، لم يكن. الكتل السياسية كانت مستجيبة. هسه كل الكتل راضية؟ لا، أنا أقول لك معظم الكتل غير راضية وأتت صاغرة في تقديم الانتخابات. فتقديم انتخابات هو مطلب شعبي، فالتلاعب في تقديم الانتخابات تلاعب في مطلب شعبي أحدث تغييرا وأربك الوضع. هذا واحد. اثنين، اسمعها مني وأنا استشرفها بدقة. تأخير الانتخابات تجذير للديكتاتوريات. سوق الشرجة في العاصمة العراقية بغداد بقي محتفظا بمكانته كمركز تجاري على الرغم من التحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. محمد الفهد. التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مر بها العراق لم تغير من ملامح هذا السوق ولا مكانته عند العراقيين عموما والبغداديين خصوصا، لأنه يمثل عصب تجارتهم ومركز تسوقهم الرئيسي. منطقة الشورجة في بغداد مكان يتفرد بأسواقه التاريخية وبكونه مركز التجارة على مدى قرون مضت. هنا يأتي المتسوقون من مختلف المحافظات العراقية لسد احتياجاتهم من البضائع المختلفة. الآن هنا أنا حوالي أكثر من 15 سنة، فمرت علينا هواي أشياء، مثلا طائفية مرت علينا، مال انفجارات مرت علينا، هواي أمور مثلا اقتصادية وحركات. يعني أكو ظروف صارت مثلا، يعني هنا مثلا عبوه طقت او الكهرباء ماكو مثلا طفت او صار ظلام، هذا بس عالم تجي وعوائل تجي وابد ما وقف. في كل زاويه من زوايا السوق يجد الزائر جانبا يختص ببيع المواد الاستهلاكيه، منها الغذائيه والملابس والعقاقير والتوابل وغيرها. فمن ياتي الى هنا لا يحتاج للذهاب الى سوق اخر لشراء حاجاته من البضائع. الشورجة كسوق مركزي ضخم بأنواع الملابس، أنواع البضائع، فيجذبنا أنه إحنا نجي هنا كمركز تجاري ضخم. هي مو بس كسوق تجاري، الشورجة هي يعني خلينا نقول شيء أثري تاريخي، تحتوي على بنايات، على كنائس، على جوامع.
مر هذا السوق بمراحل عديدة على مدى تاريخه، فأول تسمية له كانت سوق الرياحين، وكان يختص بتجارة العطور، ومن ثم سمي سوق العطارين ليستقر على تسمية سوق الشورجة، وهي عبارة مشتقة من كلمة شوركاه، أي محل الشورة أو الماء المالح، إذ كانت محلة الشورجة قديما بئرا أو بركة من الماء. محمد الفهد، بغداد، الميادين. الذي ينتظر السعودية من الولايات المتحدة في حال الكشف عن تورط مسؤولين سعوديين بهجمة أيلول سبتمبر؟ سؤال تبدو إجابته صعبة ومعقدة في ظل علاقة تاريخية بين واشنطن والرياض لم تتجاوز الإدارة الديمقراطية خطوطها الحمر رغم الانتهاكات المتكررة من سلطات المملكة. محمد أبو عبد الله. تعود جدلية علاقة واشنطن والرياض بعد أشهر من تنصيب بايدن. بدأ قبلها وكأنه أصبح في حل من تعهداته السابقة، وهو يبعث بإشارات مطمئنة للسعوديين على خلاف تهديداته ووعيده بشأن الحريات وحقوق الإنسان قبل وصوله إلى سدة الحكم رئيسا. يتعلق الأمر هذه المرة بالأمريكيين أنفسهم، وهو ما يجعله في حرج شديد لرفع السرية عن الدور السعودي في هجمات أيلول سبتمبر واتخاذ ما يتناسب من إجراء. حقيقة قد تعقد وضع السعودية في حسابات إدارة بايدن إن مضى في الكشف بشفافية عن الجانب الخفي من نتائج التحقيق، وإن أحجم أو انحاز للرياض فقد يؤثر سلوكه سلبا في شعبيته قبل انقضاء سنته الأولى في البيت الأبيض. فهل سيكون نصيب السعوديين تضييق الخناق؟ لم تظهر لحد الآن سياسة متشددة إدارة الديمقراطي بايدن، على الأقل بسقف التوقعات المرتفع منها، فقد أفلت بن سلمان من العقوبة في قضية خاشقجي، وإن كانت هي الأخرى مدرجة في جرد جديد للحساب قدمته عائلات ضحايا هجمات أيلول سبتمبر. وفي حال أظهر الكشف المنتظر للسرية في قضية الهجمات الإرهابية تورط المسؤولين السعوديين بشكل أو بآخر كما هو متوقع بعد كل ما تسرب، فإن الضغوط ستزداد لتبني سياسة أكثر تشددا تجاه الرياض. في الظاهر تختلف إدارة بايدن عن إدارة سلفه ترامب، وإن كان الأخير المهادن للسعودية قد وجد في انتهاكاتها بابا مشرعا لابتزازها، فما كان من ولي عهدها إلا إغداق المال الوفير. غير أن بايدن لم يذهب بعيدا في تغيير تلك السياسة، وهو ما يؤكده استمرار الدعم للسعوديين في العدوان على اليمن برغم تجميد صفقات الأسلحة، وقد يكون ذلك مقترنا بسياسة التهدئة في المنطقة أكثر منه تشددا تجاه السعودية. فهل سيفعل بايدن مع السعودية أكثر مما فعل؟ ذاك ما ستكشف عنه الذكرى 20 لهجمات أيلول سبتمبر. العالم لم يعد قادرا على وقف الاحتباس الحراري، والأرض ستشهد كوارث جديدة في حال لم يسارع العالم الصناعي كله إلى إجراءات جذرية في اتجاه التحول في استخدام الطاقة. البشر على حافة الهاوية، وحرائق الغابات والفيضانات مؤشران يثيران الذعر حول العالم. في التقارير والدراسات العلمية الرسمية والخاصة اعتراف وتحذير من وصول الأرض إلى عتبة الانهيار المناخي. منع تفقم الاحتباس الحراري لم يعد ممكنا ما لم تسارع دول العالم مجتمعة إلى إجراءات جذرية تحد من الاستهلاك الحالي للطاقة ووقف مماطلة الدول الصناعية في تنفيذ وعودها بمنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المدمر. حرارة الكوكب زادت بنحو درجة مئوية أو درجتي فهرنهايت، والنتائج عاصفة من الحرائق المتنقلة لا تستثني بلدا في الشرق ولا في الغرب، من الجزائر إلى تركيا فسيبيريا واليونان والأمريكيتين تحصد الحرائق مساحات وغابات شاسعة
بالتزامن مع فيضانات هائلة سببت مآسي للبشرية مادية واجتماعية. الكوارث المناخية الحالية مؤشر على الجحيم الذي يمكن أن تصل إليه الأرض في السنوات الثلاثين المقبلة إذا استمرت وتيرة استهلاك موارد الكوكب وتلويث البيئة. يقول عالم المناخ بيرس فورستر إنه يتوقع قفزة كبيرة في الطقس المتطرف وتسوء الأمور عما هي عليه اليوم. فهل فقدنا الأمل؟ السؤال مقلق وخطير إن لم تتضافر الجهود بحلول منتصف القرن، والواجب تركيزها على الابتعاد جدياً وفوراً عن الوقود الأحفوري إلى جانب إزالة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء. هدف وأمل ربما هما ما تبقى لوقف التقدم إلى الهاوية، لكن الأمر برمته في يد الدول الغنية ومصانعها وشركاتها العملاقة قائدة السلوك الانتحاري من أجل مراكمة الثروات فقط. التغير المناخي يهدد الكثير من المعالم الطبيعية في العالم، ومن بينها بحيرة تشلوة في جمهورية ملاوي جنوب شرق أفريقيا. نتابع في التقرير التالي. لا ترسو المياه هنا في تشلوة على بر ثابت، ثاني أكبر البحيرات في ملاوي تنحسر تدريجياً بفعل قلة الأمطار. التغير المناخي أدى إلى طقس متطرف، ففترات الجفاف إلى تزايد، ولذلك تنحسر المياه في البحيرة أكثر من السابق. في دولة تحاصرها اليابسة من كل مكان، يعول آلاف المواطنين على هذا المتسع المائي من أجل تأمين لقمة العيش، ويتأثر مستوى الماء بالأمطار الموسمية التي تتبخر في الصيف عادة، والخشية من أن يضرب الجفاف البحيرة كما حصل في ستينيات القرن الماضي. والآن إلى العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات شرق الجزائر على العاصمة إلى 42، بينهم 25 جندي. سلطات الاحتلال تبدأ بتنفيذ مشروع تهويدي داخل المسجد الإبراهيمي ودعوات إلى التصدي لمخططات تغيير معالم الحرم. الغنوشي يدعو صعيد إلى التراجع عما وصفه بحافة الهاوية، وسلطات تونسية تمنع 12 مسؤولا من السفر. واشنطن تعتبر مسار التفاوض الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام في أفغانستان، وتدعو كابول إلى إظهار الإرادة السياسية في هذه المرحلة. رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى تعبئة عامة مع امتداد النزاع في إقليم تيغراي إلى منطقتين في شمال البلاد. المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميدين على الإنترنت الميدين.net باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.